السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في شرح برنامج الإكسل للمهندس المدني. اتكلمنا المرة اللي فاتت في مقدمة عن البرنامج وشفنا ازاي البرنامج بيقدر يساعدنا في الشغل. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في شرح البرنامج مباشرة، وإن شاء الله هنبدأ من الصفر. أول ما بفتح البرنامج بيفتح معايا على الشاشة دي، الشاشة دي اسمها ورك بوك. ورك بوك، كل ورك بوك بيتكون من مجموعة شيتات. لو بصيت تحت هنا هتلاقي شيت واحد، شيت اتنين، تلاتة، وبتقدر تضيف العدد اللي انت عايزه من هنا. الشيت الواحد بيتكون من مجموعة من الصفوف ترقمها 1 2 3، ومجموعة من الأعمدة ترقمها ABC. تقاطع أي صف مع أي عمود بيكون خلية، فكل المستطيلات اللي انت شايفها دي أي مستطيل من دول اسمه خلية. كل خلية ليها اسم، فلو أنا واقف على الخلية دي وعايز أنطق اسمها ببدأ من الحرف وبعدين الرقم، فالخلية دي اسمها D8 والخلية دي اسمها B6 وهكذا. لو بصيت هنا في المستطيل ده هتلاقي ان اسم الخلية مكتوب بالفعل B6، ولو جيت في المستطيل وكتبت انت اي خلية هيوديك على الخلية اللي انت كتبتها. فمثلا لو كتبت له A5 وضغطت انتر وداك على الخلية رقم A5. خلينا نكتب اي ارقام، وليكن 2 3 4، 1 2 5، 15 3. لو انا عايز اجمع اول رقمين دول هعمل ايه؟ انا هجمعهم بطريقتين واقول لك ايه الفرق. هكتب له يساوي، انا عايز اجمع 2 زائد 1، فاكتب 2 زائد 1 واضغط انتر، قال لي 3. تمام، هجمعهم بطريقة تانية، هكتب له يساوي، بس المرة دي بدل ما اكتب 2 انا هكليك على الخلية اللي فيها الاتنين، هكليك على الخلية دي ومن الكيبورد هكتب زائد وبعدين اكليك على الخلية دي وبعدين اضغط انتر، نفس الناتج اللي هو 3. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ انا هنا جمعت رقمين لكن هنا جمعت خليتين. طب تعالى نشوف الفرق. لو غيرت الرقم ده خليته 5، ده اتغير معاك، ده زي ما هو 5 زائد 2 7، لان انا بما ان جمع خليتين فاي تغيير بيحصل في اي خليه بيتغير في الناتج مباشره. تعالى خلي ده 4 5 4 9. فالفرق في بين الاثنين ان انا بتعامل مع خلايا مش بتعامل مع ارقام، لذلك احنا دايما في شغلنا ما بنكتبش الرقم، احنا بنكليك على الخليه بحيث لو حصل اي تغيير يتغير معايا في الناتج. طيب لو عايز اطرح الرقمين دول هكتب له يساوي، هكليك على الرقم ده من الكيبورد هكتب له ناقص واكليك على الخلية دي انتر، اداني الناتج. لو غيرت الرقم ده خليته 20، قال 20 ناقص 2 18. طيب انا عايز اضرب الرقمين دول هقول له يساوي، هكليك على الخلية دي في من الكيبورد واكليك على الخلية دي واضغط انتر، 4 في 5 ب20. لو خليت الرقم ده 3 3 في 5 15. طيب عايز اقسم الرقمين دول هقول له يساوي، علامة على من الكيبورد هضغط على الرقم ده 15 وبعدين علامة على وبعدين اضغط على الرقم ده واضغط انتر، فقال لي 15 على 3 فيها 5. لو غيرت الرقم ده خليته 5، فقال لي 15 على 5 فيها 3. تمام. لو عندي رقم 1 2 وعلمت على الرقمين دول، شايف النقطة السودة دي؟ الأداة اسمها هاند فيل، باجي عندها لغاية ما يظهر لي الكروس اللي لونه أسود واسحب لتحت. أول ما سحبت لتحت هو كمل على نفس المنوال، قالك 1 2 3 وهكذا. طيب لو كتبت له أعداد زوجية وليكن 2 4 وعلمت على الاتنين وجيت هنا عند النقطة السوداء لغاية ما يظهر لي الكروس اللي لونه أسود وهسحب لتحت، هو كمل على نفس المنوال 2 4 6. إذا الهاند فيل دي وظيفتها إنها بتخليك تكمل على نفس المنوال. لو كتبت له مثلا السبت علمت، جيت عند النقطة السوداء وسحبت لتحت، هو كمل على نفس المنوال السبت لحد الاثنين. اكتب له اي حاجة، يناير معلم، اسحب لتحت، هو كمل على نفس المنوال.
طب افرض انا عندي مجموعة ارقام وليكن 1 2 3، انا عايز اكرر الارقام دي، اعمل لها كوبي نسخ. لو علمت عليهم كده وسحبت لتحت هو كامل على نفس المنوال 4 5 6 وهكذا. طب انا عايز اعمل نسخ، فباجي هنا عند السهم ده وبختار كوبي سيلز، يعني انسخ لي الخلايا دي. اول ما علم على خيار كوبي هو فعلا بدأ يكرر الارقام 1 2 3 1 2 3 وهكذا. فحاليا اعرف وظيفتين مهمين لخلية لأداة الهاند فيل دي، بعد كده هكلمك عنها بالتفصيل، ان انا ممكن انسخ بيها الارقام وممكن اكمل على نفس المنوال. لو خليت مثلا 1 3 اعداد فردية، هسحب لتحت هو قال لي 5 7 9 وهكذا، يبقى هو هنا اشتغل ان هو كمل بنفس التسلسل. لو عايز اخليهم كوبي هقول له مثلا، لو انت مثلا شغال كاتب وحدة بالمتر المكعب، فانت بتكتب متر وبتكتب جنبها 3، لو سحبت لتحت بحيث انك تمشي الوحدة دي في كل الخلايا هو كمل ام ميم 4 ميم 5 ميم 6، لا انا عايزهم كلهم متر مكعب، فهاجي هنا واخليله كوبي، هخليهم كلهم ايه متر مكعب.